10 ظهرا بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة من النيل. أهلا بكم إلى تفاصيل الأنباء. في إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة لدحر الإرهاب، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من تدمير عربة ربع نقل وخمس دراجات نارية خاصة بالعناصر الإرهابية وعبوتين ناسفتين بوسط سيناء، بالإضافة إلى عدد كبير من الأوكار التي تستخدمها العناصر الإرهابية لاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات النارية. في سياق آخر، تم ضبط كمية من المواد المخدرة على أحد المعابر المؤدية إلى وسط سيناء. هذا وتواصل قوات الجيش الثالث الميداني جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء. واستمرارا لجهود القوات البحرية في تأمين سواحل البلاد والتصدي للإرهابيين والعناصر الإرهابية، وبناء على معلومات تفيد باعتزام أحد مراكب الصيد تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة داخل المياه الإقليمية المصرية بالبحر الأحمر، تم الدفع بعدد من الوحدات البحرية لتفتيش المنطقة، حيث تم العثور على المركب المشار إليه مخبأ بداخله كمية كبيرة من المواد المخدرة، وتم تسليم المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. وافق مجلس الوزراء على أن تتحمل الحكومة فروق التعويضات عن المقاولين نتيجة فروق تغيير سعر الصرف بمشروعات الإسكان. كما وافق المجلس على عدد من القرارات ومشروعات القوانين، من بينها مشروع قانون بإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. من أجل تفعيل قانون الاستثمار ولمزيد من فرص العمل للشباب وتشجيع القطاع الخاص، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس الوزراء على تأسيس شركة استثمارية لتنمية المناطق الحرة ومركز لخدمة المستثمرين في كل محافظة. دورها الرئيسي ان هي تطوير المناطق الاستثمارية، تطوير وتأسيس مناطق جديدة حرة، وتأسيس مركز خدمات الاستثمار، لان احنا في اطار جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال وجذب يعني ومشاركة اكبر من القطاع الخاص في الفترة القادمة. إنشاء كليات للطب في محافظة الأقصر وأربع كليات جديدة بمحافظة البحر الأحمر على مساحة 500 فدان للتوسع في المجالات العلمية المختلفة، أبرز القرارات التي وافق عليها اجتماع مجلس الوزراء. كلية للألسن واللغات وكلية للسياحة والفنادق، وبالتعاون مع مستثمرين على مساحة أرض 500 فدان في محافظة البحر الأحمر، سوف يتم إنشاء هذه التخصصات على مستوى عالمي باتفاق مع جامعات عالمية. كما أيضا تم الاتفاق على إضافة كلية للطاقة والتعدين والهندسة. ولتوفير نواقص الأدوية في الصيدليات، وافق مجلس الوزراء على التعاقد بالأمر المباشر مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لتوريدها باعتماد من وزارة الصحة يقدر ب30 مليون جنيه. احنا عندنا بنتكلم على حوالي 9 أدوية، الأدوية دول بعضهم أدوية أورام والبعض أدوية أمراض نفسية، وفي الدواء الخاص بالشلل الرعاش اللي هو السينامات. الأدوية ديت فعلا ناقصة في السوق، السبب في النقص هو مشكلة في الأسعار. ولتخفيف العبء على المواطنين، وافق مجلس الوزراء على أن تتحمل الدولة التعويضات الناتجة عن ارتفاع أسعار إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي نتيجة تحرير سعر الصرف والتي تصل إلى 7 مليارات جنيه. طمن الحاجزين أنه إن شاء الله هنبدأ الاستعلامات عليهم الإعلان الثامن في الفترة المقبلة اعتبارا من بداية شهر فبراير، وهيبدأ التسليم تباعا من نهاية مارس وحتى نهاية عام 2018 نكون إن شاء الله سلمنا كافة الحاجزين. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ليحل محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة بهدف تأهيل وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
الاهتمام بالتعليم العالي عن طريق إنشاء العديد من الكليات الجديدة في محافظتي الأقصر والبحر الأحمر، وتوفير الأدوية الناقصة للمواطنين، وتفعيل قانون الاستثمار على أرض الواقع بإنشاء العديد من المناطق الاستثمارية في العديد من المحافظات لجذب الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين، وتحمل الدولة ما يقرب من 7 مليار جنيه نتيجة فروق الأسعار في الإسكان الاجتماعي. أبرز القرارات التي اتخذها اجتماع مجلس الوزراء. من مقر مجلس الوزراء، أحمد أبو الحسن، النيل. تمكنت قوات النظام السوري من دخول حرم مطار أبو الدهور العسكري في محافظة إدلب بعد 2 عامين من سيطرة هيئة تحرير الشام عليه. جاء ذلك بعد معارك ضارية بين القوات السورية ومسلحي هيئة تحرير الشام، تخللتها غارات وقصف صاروخي كثيف. الجيش السوري يحرز تقدما ميدانيا جديدا على حساب الجماعات الإرهابية المتطرفة. قوات الجيش السوري تمكنت من دخول حرم مطار أبو الدهور العسكري في محافظة إدلب، حيث تخوض حاليا معارك عنيفة ضد مقاتلين من هيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقا. مطار أبو الدهور بات بالكامل تحت سيطرة الجيش السوري بعد أكثر من 2 عامين من سيطرة هيئة تحرير الشام عليها، حيث جرت معارك ضارية بين الطرفين داخل حرم المطار متزامنة مع دعم جوي وقصف صاروخي كثيف. ومع استكمال سيطرة الجيش على المطار الاستراتيجي، سيصبح المطار أول قاعدة عسكرية تستعيده قوات الجيش في إدلب. كانت قوات الجيش السوري قد أطلقت منذ 25 ديسمبر هجوما واسعا ضد هيئة تحرير الشام وفصائل متشددة أخرى يهدف للسيطرة على الريف الجنوبي الشرقي لإدلب وتأمين طريق استراتيجي شرق المطار يربط المنطقة بمدينة حلب، ثاني أكبر مدن سوريا. المعارك الضارية دفعت آلافا من العائلات إلى النزوح باتجاه مناطق أخرى في إدلب، حيث أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 100,000 شخص نزحوا من المنطقة منذ مطلع ديسمبر الماضي. من جهة أخرى، تمكنت القوات السورية من استعادة السيطرة على قرى وبلدات جديدة في ريف حلب الجنوبية وحماه الشمالي الشرقي من قبضة تنظيم تحرير الشام، وعلى رأسها بلدة أم ميال بريف حماه الشمالي الشرقي، وذلك بعد القضاء على أعداد كبيرة من مسلحي التنظيم. كانت مصادر عسكرية سورية قد أفادت في وقت سابق باستعادة السيطرة على 16 قرية وبلدة بريفي إدلب الجنوبي الغربي وحماه الشمالي الشرقي بعد معارك مع مسلحي جبهة النصرة وفصائل مرتبطة بها. زار رئيس مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك مدينة حمص خلال زيارته الرسمية إلى سوريا والتي تستغرق 3 أيام. زيارة المسؤول الدولي تتركز حول مناقشة كيفية تحسين دخول المساعدات ووصولها للمناطق المتضررة من المعارك وقضايا أخرى. بينما كان يسير في شوارع حمص، استرجع رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارك لوكوك سنوات العنف التي شهدتها المدينة. المباني المهجورة والمدمرة تصطف على جانبي الشوارع، بيد أن هناك بعض الأعمار في المدينة فالسوق أعيد افتتاحه وبدأت الشركات تعود إلى سابق عهدها ببطء في المنطقة. سعيد جدا كوني في حمص اليوم لأرى ما يجري لإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد سنوات الحرب المرعبة. زيارة لوكوك لسوريا جاءت لتقييم تأثير الحرب على المدنيين وبحث تحسين وصول المساعدات ووصول أصحاب المصلحة الرئيسيين. أنا مسرور أيضا أن أرى أمثلة هنا في مدينة ساعدتها الأمم المتحدة بخدمات صحية وخدمات مجتمعية وحماية ودعم خاصة للأطفال والضعفاء. زيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة إلى سوريا منذ
أوائل 2015. تلك البلد التي قدرت الأمم المتحدة في تقرير صادر عنها بأن أكثر من 13 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات أساسية وحماية في أنحاء سوريا. المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن تركي المالكي أن الميليشيات الحوثية تقوم بتدريب عناصرها لاستهداف الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي أن هناك أطرافا إقليمية توفر تقنيات متقدمة للميليشيات بهدف إطالة زمن القتال في البلاد، داعيا في الوقت نفسه الأمم المتحدة للإشراف على ميناء الحديدة الذي بات منطلقا للأعمال الإرهابية ضد حركة الملاحة الدولية. على خلفية التقدم الذي يحققه الجيش اليمني على أكثر من جبهة في اليمن، هددت الميليشيات الحوثية بقطع الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، واعتبرته أحد خياراتها التي ستلجأ إليها حال استمرار تقدم الجيش اليمني غرب البلاد ووصول الحل السياسي إلى طريق مسدود. المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن تركي المالكي أكد أن الميليشيات الحوثية تقوم بتدريب عناصرها لاستهداف الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشيرا إلى أن هناك أطرافا إقليمية توفر تقنيات متقدمة للميليشيات الحوثية بهدف إطالة زمن القتال في البلاد. في الوقت نفسه دعا المالكي الأمم المتحدة للإشراف على ميناء الحديدة الذي بات منطلقا للأعمال الإرهابية ضد حركة الملاحة الدولية والمبادرة لإخضاع الحوثيين للمتطلبات الدولية. الآن أصبح من الضروري وعلى الأمم المتحدة استلام وأخذ المبادرة لاستلام ميناء الحديدة من الجماعة الحوثية المسلحة لمساعدة الشعب اليمني وكذلك حفاظا على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. بغضون ذلك، أعلن المالكي تعرض سفينة بترول سعودية لهجوم من قبل الميليشيات الحوثية بالقرب من ميناء الحديدة في البحر الأحمر بواسطة مركب يحمل مواد متفجرة حطمته قوات التحالف قبل اقترابه من السفينة. أثناء عبور ناقلة نفط سعودية لخط الملاحة البحري وبحماية ومرافقة من إحدى سفن التحالف البحرية، تعرضت ناقلة النفط لتهديد وهجوم وشيك من الجماعة الحوثية التابعة لإيران. يأتي ذلك بينما أكد المالكي أن المنافذ الإغاثية لليمن لا تزال مفتوحة أمام استقبال المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن سفن الوقود وشحن الإغاثة لا تزال تدخل إلى ميناء الحديدة، تواصل إطلاق الصواريخ على المناطق الآمنة المأهولة بالسكان. وسبق لعدة دول أن اعتبرت ميليشيات الحوثي تهديدا للملاحة في باب المندب، حيث استهدفت تلك الميليشيات عدة مرات سفن وبواخر، بينما حذرت الولايات المتحدة والتحالف العربي مرارا من خطر تلك الميليشيات على الملاحة الدولية. ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية. أستاذ فياض، كيف تتابع تطورات الوضع خاصة بعد أن دعا التحالف العربي الأمم المتحدة للقيام بمهام الإشراف على ميناء الحديدة؟ طبعا التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية من أجل دعم الشرعية في اليمن يأتي دوره منسجما مع كل الاتفاقيات سواء الاتفاقيات العربية والتي أتت بطلب من رئيس الجمهورية أو من خلال المواثيق الأمم المتحدة التي كان هناك قرارات واضحة بعدم تزويد تلك الجماعات الإنقلابية الميليشاوية الإيرانية تحديدا بالأسلحة أو بالأسلحة وتهريبها إليهم. هذه الثورات التي لجأت إليها ميليشيات الحوثي خلال هذه المرحلة يؤكد بأن الميليشيات تعيش انهيار وتحقر كبير وتلجأ إلى عمل الاستهداف كجماعات إرهابية متطرفة من أجل البقاء،
ولكن التحالف العربي يتعامل ب التحالف العربي والجيش الوطني يتعاملون مع تلك الجماعة ومع المجتمع الدولي بشكل واضح وسط قرارات وبيانات صادرة من الأمم المتحدة، وهو ما يترجم من خلال القرار 2216 الذي أكد على عدم تزويد تلك الجماعة بأي سلاح وعدم السماح وصول تلك الأسلحة إلى الميليشيات. لكن نلاحظ بأن الأسلحة لا تزال تتدفق إلى الميليشيات عبر ميناء الحديدة الذي لا يزال إلى اليوم يقع تحت سيطرة الإنقلابيين. نعم، شكرا لك أستاذ فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمني. يلتقي اليوم وزراء خارجية كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بروكسل بنظيرهم الإيراني محمد جواد ظريف للتأكيد على مواقفهم بشأن الاتفاق النووي الإيراني وتقييم تنفيذه قبل قرار وشيك من جانب الرئيس الأمريكي ترامب حول إعادة فرض عقوبات على طهران. كانت واشنطن قد علقت عقوباتها الاقتصادية على طهران عقب توقيع الاتفاق وقيام إيران بالبدء في تفكيك منشآت لتخصيب اليورانيوم، ومن جانبها تعهدت موغريني التي ترأست المفاوضات باسم الاتحاد الأوروبي بمواصلة جهودها لحماية الاتفاق باعتباره وسيلة للحد من انتشار الأسلحة النووية. وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى ضرورة فصل هذا الملف عن القضايا الخلافية الأخرى العديدة مع إيران. من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده ستدافع عن استمرار بقاء الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية. سنستمر في الدفاع عن بقاء البرنامج وأهميته الكبيرة في تحقيق استقرار إقليمي وحل مشاكل حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل. ومن جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن هناك طرفا آخر في اتفاق البرنامج النووي يمارس سياسات مدمرة، في إشارة للولايات المتحدة الأمريكية. للأسف هناك عضو آخر في اتفاق البرنامج النووي المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة لا يلتزم فقط بالتزاماته بل يطبق سياسات مدمرة. هدد نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتسريع طهران عملية تخصيب اليورانيوم حالما انتهكت واشنطن الاتفاق حول النووي الإيراني. وحذر المسؤول الإيراني من أنه إذا لم يتم تمديد نظام رفع العقوبات فإن ذلك سيكون انتهاكا لخطة العمل الشاملة المشتركة، ومن ثم ستتخذ إيران الخطوات اللازمة على حد تعبيره. حذرت إيران من أنها ستخفض مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الفور إذا لم تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها بشأن تمديد الإعفاءات من العقوبات المفروضة على طهران بموجب الاتفاق النووي التاريخي الموقع بين إيران والقوى الستة الكبرى عام 2015. إذا لم تفي واشنطن بالتزاماتها ولم توقع على اتفاق تمديد الإعفاء من العقوبات الدولية المفروضة على إيران بحلول منتصف يناير الجاري بموجب الاتفاق النووي، فإن الجمهورية الإيرانية سوف تخفض مستوى تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية وتتخذ إجراءات أخرى تصعيدية. وكانت إيران قد وقعت عام 2015 الاتفاق التاريخي مع الدول الست الكبرى وهي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، والذي وافقت فيه على كبح برنامجها النووي مقابل رفع عدد من العقوبات الدولية المفروضة عليها. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في أكتوبر الماضي رفضه الإقرار بالتزام إيران بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، حيث يعتبر ترامب من أشد معارضي الاتفاق النووي الذي تعتبره الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما إنجازا لسياستها الخارجية. إلا أن ترامب لم يتعهد بتفعيل العقوبات على إيران، كما لم يلغي الاتفاق مفضلا إحالة الملف بكامله إلى الكونغرس الأمريكي لمعالجة العديد من نقاط الضعف العميقة في الاتفاق حسب وصفه، وتنتهي مهلة الإبقاء على رفع العقوبات عن إيران بحلول 15 من يناير الجاري. ويفرض القانون الأمريكي على الرئيس أن يبلغ الكونغرس كل 90 يوما ما إذا كانت إيران تحترم الاتفاق النووي،
وما إذا كان هذا النص متوافقا مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، حيث تتهم الحكومة الإيرانية ترامب بالسعي للقضاء على الاتفاق النووي، ويخالف في ذلك حلفائه الأوروبيون الذين يرون ضرورة التمسك بالاتفاق. يشار إلى أن القوى الست الكبرى كانت على الدوام تتهم إيران بالسعي لاستغلال برنامجها النووي لحيازة السلاح النووي، وهو ما ترفضه طهران، وتصر على أن برنامجها النووي سلمي محض ويهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية. إلى الشأن الليبي، حيث دعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان خلال مؤتمر صحفي في طرابلس، دعا الليبيين إلى إنهاء فترة الانتقال السياسي في ليبيا عبر انتخابات ذات مصداقية في 2018. نحن على وعي كبير بأن إجراء انتخابات نزيهة يتطلب تفاهما بالنسبة للتسويات السياسية، إنه يحتاج إلى دعم فني، وهناك دعم تشريعي أيضا ما زال ضروريا. يجب أن يكون هناك قانون للانتخابات، ويجب أن تسمح الأوضاع الأمنية بإجراء انتخابات شاملة في أنحاء ليبيا بأكملها. وأضاف فيلتمان قوله إن الأمم المتحدة ستدعم العمل تجاه تنظيم الاستفتاء على الدستور والانتخابات والمصالحة الوطنية. هناك عدد من السبل التي يمكن للأمم المتحدة أن تقوم من خلالها بدور في التعامل مع تلك التحديات السياسية والأمنية والفنية والتشريعية، لكن مسؤولية المسار تقع إجمالا على عاتق السلطات الليبية، لأن هذه عملية ليبية يمارس بموجبها الشعب الليبي بنفسه الحق في السيادة لتحديد القادة القادمين في البرلمان وغيره من المؤسسات في هذه البلاد. ضبط خفر السواحل اليوناني سفينة محملة ب 29 صندوقا تحتوي على صواعق ومواد متفجرة، منها نيترات الأمونيوم، كانت في طريقها من تركيا إلى ليبيا. وقال الأميرال يوانيس أرجيو من خفر السواحل أن تحقيقا أوليا وجد أن الربان تلقى أوامر من مالك السفينة بالإبحار إلى مدينة مصراتة الليبية لتفريغ الحمولة بأكملها، وألقت السلطات القبض على أفراد الطاقم السفينة الثمانية، وسيمثلون أمام الادعاء يوم الخميس. اندلعت صدامات جديدة بين متظاهرين وقوات الأمن في عديد من المدن التونسية التي تشهد موجة احتجاجات على غلاء الأسعار وإجراءات تقشف كانت قد أعلنتها الحكومة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن مواجهات مماثلة دارت في عدد من الأحياء القريبة من العاصمة. كذلك أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن عدد الموقوفين على خلفية هذه الصدامات بلغ 328 شخصا. كانت المواجهات قد أسفرت عن إصابة العشرات في صفوف الأمن والمحتجين في مختلف أنحاء البلاد. أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء أكثر من 1100 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أعلنت إحدى المنظمات الإسرائيلية المناهضة للاستيطان. وقالت المنظمة الإسرائيلية غير الحكومية إن الوحدات السكنية الجديدة يبلغ عددها 1122، حصلت 325 وحدة منهم حصلت على موافقة نهائية، بينما حصلت 770 وحدة أخرى على موافقات أولية. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا من الأخبار، ميركل تؤكد أنه ما زال هناك عقبات تعترض المشاورات بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين للتوصل إلى تشكيل ائتلاف حكومي.
الجيش الثالث الميداني يواصل جهوده للقضاء على العناصر التكفيرية بوسط سيناء وينجح في تدمير عدد من أوكارها ومعداتها. معارك عنيفة بين الجيش السوري ومسلحي تحرير الشام في مطار أبو الظهور العسكري في إدلب. ظريف ونظرائه الأوروبيون يلتقون اليوم في بروكسل للتأكيد على دعم الاتفاق النووي قبل قرار وشيك لترامب حول إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران. ونتحول الآن إلى نشرتنا الاقتصادية. من أبرز أخبارنا في نشرتنا الاقتصادية: البورصة المصرية تسجل مستويات تاريخية جديدة على صعيد مؤشراتها خلال تعاملات آخر جلسات الأسبوع. سجلت البورصة المصرية مستويات تاريخية جديدة على صعيد مؤشراتها في تعاملات اليوم آخر جلسات الأسبوع، وذلك للجلسة الخامسة على التوالي بدعم مشتريات المستثمرين المصريين والعرب قابلها عمليات بيع من المستثمرين الأجانب. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4,400,000,000 جنيه ليصل إلى 845,700,000,000 جنيه خلال التعاملات. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 15.4% في أكتوبر الماضي مقابل نفس الشهر في العام السابق عليه. وأضاف الجهاز قوله أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 3,220,000,000 دولار في أكتوبر من عام 2017، وسجلت قيمة الصادرات نحو 2,240,000,000 دولار في شهر أكتوبر الماضي لترتفع بنسبة 21.5% مقابل الشهر نفسه من العام السابق عليه. أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية دعم الوزارة الكامل لشركات القطاع العام العاملة في مجال التكرير والبتروكيماويات من أجل التعجيل بمشروعاتها التوسعية ووضعها على الإنتاج لزيادة المنتج المحلي بالسوق المصرية وتعظيم عوائد الشركات الوطنية. جاء ذلك خلال رئاسة الملا اجتماعات الجمعيات العمومية لشركات الإسكندرية وأسيوط لتكرير البترول والبتروكيماويات المصرية لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي الجديد 2018-2019. يفتتح الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي اليوم 3 معارض ومنافذ بيع للمنتجات المدنية للإنتاج الحربي التي تم تجديدها وتطويرها بمحافظة الإسكندرية. وذكرت وزارة الإنتاج الحربي في بيانها أن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير 22 معرضا ومنفذا للبيع على مستوى الجمهورية. قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن بلاده غير قلقة في ظل سعر النفط الحالي، مضيفا القول إن هناك فائضا بنحو 100,000,000 برميل في المعروض بالسوق التي ما زالت بحاجة إلى تقليص مخزونات النفط إلى متوسط 5 سنوات. وقال المزروعي إن منظمة أوبيك الدول المصدرة للبترول ستواصل مراقبة نمو المعروض النفطي في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن السوق بحاجة إلى النفط الصخري لتلبية نمو الطلب على الخام. وقد صعدت أسعار النفط هذا العام إلى أعلى مستوياتها منذ مايو من عام 15، وتخشى منظمة الأوبيك من أن تشجع تلك المكاسب شركات النفط الصخري الأمريكية على زيادة الإنتاج. أكد رئيس الوزراء الصيني لي كيتشيانغ أن نسبة النمو في البلاد ستبلغ حوالي 6.9% في العام 2017
وما يعكس تسارعا واضحا على مدى عام. وأضاف لي في خطاب في اجتماع دبلوماسي في كمبوديا إنه على مدى العام الماضي واصل الاقتصاد الصيني مسار تنمية ثابت ومشجع مع زيادة الاعتمادات والاستثمارات في البنى التحتية. وسجل الاقتصاد الصيني في عام 2016 أضعف أداء له منذ 26 عاما بنسبة نمو بلغت 6.7%. نفت الصين معلومات نشرتها صحف عن عزمها خفض شراء سندات الدين الأمريكي أو وقفها. وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن بلاده تدير عمليات لشراء سندات الخزانة الأمريكية كغيرها من الاستثمارات بحرفية حسب نشاط السوق وظروفها واحتياجاتها الاستثمارية، حيث تعد الصين هي أكبر مالكة لسندات الدين الأمريكية. هذا وقد أدت هذه الأنباء إلى تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الأخرى مع انخفاض الطلب الأجنبي على الدولار الأمريكي. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا سترفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من الأول من مايو القادم. وأضاف بوتين قوله أن الحد الأدنى الشهري للأجر يجب رفعه من 9489 روبل، أي قرابة 166 دولارا و50 سنتا في الوقت الحالي، ليتمشى مع الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الذي يبلغ حاليا 11,163 روبلا روسيا، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ستطال نحو 4 ملايين روسي يعملون في الخدمات العامة والشركات الصغيرة ومتقاعدين يشغلون وظائف لتعويض تدني المعاشات التقاعدية. ووصف بوتين خلال زيارته لمصنع لتصنيع القطارات حالة الاقتصاد الروسي بالمتوهجة، وأشار إلى أن عجز الميزانية أقل من المتوقع، وأشاد بجهود عمال المصانع في البلاد. انتهت أخبار الاقتصاد، مزيد من الأخبار في بانوراما 12 بعد الفاصل. أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن عقبات كبرى لا تزال تعترض التوصل إلى اتفاق بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين من أجل تشكيل ائتلاف حكومي. هذا ويختتم اليوم المحافظون بزعامة أنجيلا ميركل والاشتراكيون الديمقراطيون 5 أيام من المفاوضات سعيا لتشكيل ائتلاف حكومي يتوقف عليه مستقبل ميركل السياسي، وذلك بعد أكثر من 3 أشهر على الانتخابات التشريعية في ألمانيا. رحب مجلس الأمن الدولي الأربعاء بالمحادثات التي جرت بين الكوريتين الثلاثاء وكانت الأولى بينهما منذ أكثر من عامين، معربا عن أمله في أن تمهد هذه الخطوة الطريق أمام جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من السلاح النووي. من جانبه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الكوري الجنوبي أن بلاده على استعداد للدخول في حوار مع حكومة رئيس كوريا الشمالية كيم يونغ أون في الوقت المناسب. I just spoke to President Moon. تحدثت لتو مع رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن، ولقد أعرب عن امتنانه لما نقوم به. لقد أجروا مباحثات مع كوريا الشمالية وسنرى كيف ستسير الأمور. مون لمس أن المباحثات الأولية كانت جيدة للغاية، من يعرف إلى أين ستقود، لكن آمل أن تؤدي إلى نجاح ليس لبلادنا فقط بل للعالم، وسنرى خلال عدد من الأسابيع والأشهر القادمة ماذا سيحدث. قامت السلطات بولاية كاليفورنيا الأمريكية بإنقاذ عدد من المواطنين بمقاطعة سانت باربرا عقب حدوث انهيار طيني بسبب العاصفة التي اجتاحت الولاية مؤخرا، والتي تسببت في مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 25 آخرين، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين. وأفادت السلطات أن تيارات المياه والطين القوية جرفت مئات المنازل والمباني، ما تسبب في انهيار عدد منها وتضرر الأخرى بشكل كبير، مشيرة إلى استمرار عمليات البحث والإغاثة للبحث عن المزيد من الناجين أو جثث الضحايا.
من أخبارنا التي نتابعها أيضا في بانوراما 12، جمعيات خيرية في غزة تسلم مجموعة من النازحين وحدات سكنية جديدة. انتقلت عائلات نازحين في غزة إلى منازلها الجديدة في إطار مشروع تحملت نفقات إحدى المؤسسات الخيرية. المشروع تكلف نحو 2.2 مليون دولار، واستفاد منه 300 شخص كانت منازلهم قد هدمت خلال غارات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع. بعد سنوات 3.5 من النزوح بسبب الحرب في بلادهم، بدأت عائلات في غزة الانتقال إلى منازلهم الجديدة، والغارات الجوية الإسرائيلية تسببت في هدم الكثير من المباني وتدمير واسع النطاق بقطاع غزة المكتظ بالسكان. بعد العودة هذه بعد 3 سنوات والأربع أشهر و15 يوم في فرحة موجودة عندنا. 300 شخص استفادوا في قطاع غزة من هذا المشروع الذي تكلف ما يقارب 2.2 مليون دولار أمريكي، كي يساعد ما يقارب 43 عائلة على العودة إلى ديارهم. مبسوطة سعيدة إني رجعت لبيتي، لجيراني لأصحابي لحياتي. 3 سنوات عذاب مرار والله تعب، وأتمنى من رب العالمين إن هذه الأيام ما تعود ولا نشوف حرب بعد هيك، لأنها شتات وتعب من صحتي وصحتي أولادي وحياتي. إحصاءات الأمم المتحدة تشير إلى أنه تم إعادة بناء 70% من المنازل التي دمرت في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية، والتي بلغت 126 ألفا. أعلن رئيس الهيئة العامة للكتاب هيثم الحاج عن التفاصيل النهائية لانطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة 27 دولة تحت شعار القوى الناعمة. وأضاف الحاج أن المعرض يستقبل الجمهور في الفترة من 27 يناير وحتى 10 فبراير المقبل في أرض المعارض بمدينة نصر. استعدادات مكثفة لإقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 49 بمشاركة 27 دولة عربية وأجنبية. رئيس الهيئة العامة للكتاب هيثم الحاج علي أعلن عن تفاصيل الدورة الجديدة، مشيرا إلى أن القوى الناعمة شعار المعرض هذا العام. بيركز على كيفية استعادة دور القوى الناعمة المصرية في محيطاتها ومجالاتها المختلفة، سواء كان العربي أو الأفريقي أو المتوسطي أو الإسلامي أو الدولي. وتحل الجزائر ضيف شرف هذه الدورة بمشاركة غير مسبوقة. الدعوة الكريمة لم تأتي هكذا وليدة الارتجال، بل هي تعبير صادق وتجسيد وتنفيذ للإرادة المشتركة القوية لإرادة قيادة البلدين في تعميق أواصر الأخوة ودعم العلاقات بين البلدين. ويشهد المعرض العديد من الندوات الثقافية والمعارض التشكيلية والعروض الموسيقية، كما يعد الناشرون زوار المعرض بخصومات كبيرة على إصداراتهم. في آلاف العناوين الجديدة هتظهر، وأقدر أقول لكم كمان إنه النشر المصري، لأنه ده عيد الكتاب بالنسبة لي ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، ومستعد لمفاجآت وخصومات هائلة قد لا تجدوها طوال العام على الكتب في المكتبات العادية طوال العام. الهيئة العامة للكتاب أعلنت أن الكاتب الراحل عبد الرحمن الشرقاوي هو شخصية المعرض الذي يستقبل الجمهور في الفترة من 27 يناير حتى 10 فبراير المقبل. هي اللمسات النهائية قبل انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يعتبر أكبر تظاهرة ثقافية في العالم العربي والأكثر تأثيرا، ينتظره ملايين القراء والمثقفين. من مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، محمود العزالي،
النيل. الختام بالتذكير بأبرز عناوين الأخبار. الجيش الثالث الميداني يواصل جهوده للقضاء على العناصر التكفيرية وسط سيناء وينجح في تدمير عدد من أوكارها ومعداتها. معارك عنيفة بين الجيش السوري ومسلحي هيئة تحرير الشام في مطار أبو الظهور العسكري بإدلب. ظريف ونظرائه الأوروبيون يلتقون اليوم في بروكسل لتأكيد على دعم الاتفاق النووي قبل قرار وشيك لترامب حول إعادة فرض عقوبات على طهران. والتفاصيل على موقعنا nile.eg. إلى اللقاء. إلى اللقاء.